مرحبا بكم في قناة تحفة تيوب. قضية فوزي لقجع التي هزت المخزن تعيد الرورة للواجهة، وهكذا كشف مخطط وعبث لقجع بالكاف وإفلاس الخزينة، والرورة وحياة شاهدان عليه بالضربة القاضية. بداية عاد للواجهة مرة أخرى كل من محمد الرورة وعيسى حياته بعد قضية الفساد المالي وإفلاس وجفاف ضرب خزينة الاتحاد الإفريقي. فقد كان روروا وحياته تركها ورأهما في خزينة الكاف قبل أن يلتهمها لقجع وتفتح ضده القضية، وينتظر أن يكون روروا وحياته شهيدا. فقد اعترف الأمين العام الحالي للكاف فيرون موسينغو أومبا بأن هيئته كانت تتمتع ببحبوحة مالية مثالية وكبيرة جدا في زمن عيسى حياته وزملائه في الجهاز الإداري للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وعلى رأسهم الجزائري محمد الروروا. وقبل رحيلهم في مارس 2017 تركوا الخزينة تدعم بثروة مالية كبيرة جدا قيمتها قدرت ب$100 مليون. ولما قدم أحمد وزبانيته لم يمر وقت طويل، وقبل انتهاء العهدة الأولى في ربيع 2021 صارت الكاف تعاني مديونية تقدر ب$40 مليون التهمها المتربصون وفق الإجمالي $140 مليون. وكان النظام المغربي ومخابراته قد استرشع القزم الملغاشي أحمد للاستحواذ على الكاف وتحويلها إلى هيئة كروية مروكية، والإضرار بالجزائر نظير تكفل بحياة اجتماعية ملكية لأحمد. وأما الجزائري محمد الروروا فهو من كان يرأس لجنة الشؤون المالية في الكاف إلى غاية مارس 2017 فضلا عن منصبه كعضو في المكتب التنفيذي. ولما ترك الهيئة من ذلك التاريخ وجاء أحمد عين هذا المسؤول الملغاشي ممثلا النظام المغربي فوزي لقجع رئيسا للجنة الشؤون المالية. ولأن لقجع خريج مدرسة المخزن الفاسدة فقد حول خزينة الكاف من جنة إلى جهنم تبتلع الأغلفة المالية الضخمة وتطلب المزيد، وكذا يشعل لقجع في بلاد مراكش ومنذ 2021 منصبا حكوميا ممثلا في وزير منتدب مكلف بالميزانية، وهو سر سهولة شرائه لذم مسؤولي اتحاد الكرة في إفريقيا والقارة السمراء، كما أنه كلفه المخزن بتنويم الشعب المغربي الغلبان بالجلد المنفوخ حتى لا ينشغلون بإخفاقات محمد السادس وتطاحون داخل أروقة القصر الملكي. محمد السادس يدفع مرة أخرى بعمر هلال ضد عمار بن جامع، وهكذا رد مجلس الأمن على اتهامات وشكوى عمر هلال ضد بن جامع ومفاجآت جديدة وتفاصيلها. بداية رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي يلجمون مندوب المغرب عمر هلال ويحرجونه بتجاهل تام ورفض التفاعل مع شكواه الثانية التي قدمها مجددا ضد مندوب الجزائر المحنك عمار بن جامع، والذي بات أشهر مندوب هناك بمشاريع القرارات وجهوده الجبارة التي يقوم بها في مجلس الأمن، حتى أن كل الأنظار الدولية باتت موجهة نحوه ومحاولات عمر هلال لم تؤثر على صورته، كما أن الشكوى والتهم الباطلة التي حاول بها عمر هلال تشويه بن جامع فشلت. فاليوم كل الأعضاء والرئيس لم يعطوه أيضا مجددا أي قيمة وظل ينتظر أي تحرك منهم، لكنهم لم يعترضوا طريق عمر بن جامع ولم يوجهوا له أي ملاحظات ولم يسألوه، والأخير كل عيون على مجهوداته، بل وزاد دعمهم له بمواقفه التاريخية التي يقوم بها. وبهذا تكون الشكوى الأخيرة من عمر هلال وكل أهدافه قد سقطت أمام عمار بن جامع الذي يعد رمزا وقلدم الكثير في الوصول لهذا التحول الدولي والالتفاف العالمي لوقف الأحداث ووضع حل نهائي ودائم، خاصة الأمال كلها مربوطة ليمرر قراره المقبل دون أي فيتو معترض. وبهذا كانت فشلة جدا الرسالة التي وجهها الممثل الدائم للنظام المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، والتي زعم من خلالها أن الجزائر تستغل فترة عضويتها غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتقوية الاحتلال المغربي. وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة إحاطة نهاية الأسبوع المصارم حول وضعية اللاجئين والنازحين في العالم. المثير في الأمر هو أن تدخل سفير الجزائر وممثلها بالأمم المتحدة عمار بن جامع جاء باسم الثلاثي الإفريقي، والذي يضم كل من غويانا سيراليون وموزمبيق إضافة إلى الجزائر، أي أن البيان لم يكن بيان الجزائر لوحدها، كما أنه لم يتحدث عن القضية الصحراوية بل تطرق إلى الوضع في سوريا أيضا، ودعا البيان إلى توفير المساعدات للسوريين باعتبار ذلك جزء من النشاط الإنساني. وبينما كان يتعين على نظام محمد السادس في الهيئة الأممية على الأقل الصمت لأن البيان يتعين بشعب عربي شقيق ويعاني كثيرا، غير أنه راح يهاجم الجزائر بطريقة تفقده إلى الأخلاق الدبلوماسية ويتستر على كل ما يدور في العالم محاولا توجيه أنظار العالم كله إلى الجزائر ومحاولة تشويهها. وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها المغرب عمر هلال في الأمم المتحدة الجزائر،
فقبل نحو أسبوعين أيضا قام بالممارسة ضدها مستنكرا على الجزائر التنقل إلى فنزويلا لحضور أشغال الندوة السنوية للجنة الأمم المتحدة المختصة لتصفية الاستعمار، لأنه كان يدرك أن هذا النشاط هو الفضاء الذي تعرف الجزائر كيف تنشط فيه جيدا. وحاليا سقطت ورقة عمر هلال رسميا وليس بالقول فقط، بعد أن تجاهل رئيس أعضاء مجلس الأمن الدولي لشكواه التي قدمها ضد عمر بن جامع، خاصة وأنهم نظروا له بنظرة اشمئزاز ودافعوا عن عمار بن جامع، مقدمين كل الدعم لمشروع القرار الجزائري ومبادرتها، وتمرير كل ما يطرحه عمار بن جامع لأنه الأنسب والأوفر في هذه المدة. عمار بن جامع يؤدب مندوب المغرب عمر هلال ويعطيه درسا قويا، وهكذا أخرسه بعد أن حول مقاطعته وقلب الطاولة عليه في مجلس الأمن، ونهاية جديدة مفاجئة اليوم. بداية، مندوب المغرب في مجلس الأمن عمر هلال يجد ردا ثقيلا من عمار بن جامع، خاصة وأن بن جامع يدرك جيدا أن محمد السادس واجه مندوبه ضده في هذا التوقيت بالذات داخل مجلس الأمن للتشويش على مبادرته ومشروع قرار الجزائر الجديد المطروح والذي ستصوت عليه دول الفيتو وكل دول الأعضاء، لهذا تصدى له لطرده شرط طرده ووضعه عند حده وكشفه أمام الجميع. فمنذ أن تربعت الجزائر على مقعد عضويتها بمجلس الأمن الدولي، صعد النظام المغرب من استفزازاته وتشويشه على الجهود الجزائرية الموجهة رأسا وأساسا ومباشرة لدعم مسار وقف الأحداث بكل الثقل الدبلوماسية الجزائرية. وفي الوقت الذي قدمت فيه الجزائر ولا تزال العديد من المشاريع والمقترحات على مستوى الهيئة الأممية، خرج ممثل المغرب وبتوجيهات من القصر بملكه محمد السادس لخلق نقاشات هامشية مثيرة للشفقة في محاولة للتأثير على الدور الذي تقوم به الجزائر وعمار بن جامع وزعزعة صمودها في مجلس الأمن الدولي، محاولا هذا عمر هلال تشويه حتى سمعة عمار بن جامع، لكن سرعان ما فشل في المحاولة، بما أن بن جامع أصلا بات رمزا بكل معنى الكلمة وبدون مبالغة، وكل وفود الدول تشيد به، خاصة وأنه جمع مؤخرا تصويت 144 دولة لصالح مشروع القرار الجزائري الذي طرحه هو، كما أن العالم كله يترقب ما سيفعله في الجلسة الحاسمة المقبلة. أما وبتصديه للمدعو عمر هلال مجددا وإخراصه وإفشاله لمحاولته البائسة في التشويش وتشويهه، فردع عمر هلال وتلقى درسا في الأدب من عمار بن جامع لكي لا يحاول هذا الأخير إعادة الوقوف في طريقه، إذ أن المدعو عمر هلال حاول تشويه بن جامع أمام مسؤولي مجلس الأمن مقدما ادعاءات وأكاذيب وتلفيقات حتى ينقلب على بن جامع، لكن سرعان ما اتضح زيف ادعاءاته كلها، فكل مرة يحاول فيها التشويش على بن جامع يخرج خسيرا. هذه المرة لقي المدعو عمر هلال استغرابا وحتى اشمئزازا من وفود الدول التي كانت حاضرة واستغربت كيف للأخير أن يهاجم بن جامع وفي هذا التوقيت الحساس ويترك كل ما يحدث في العالم ومن توجه والتفاف دولي واسع حول مبادرة الجزائر في مجلس الأمن، ويفضل محاولة الإطاحة من علو اسم مندوب الجزائر عمار بن جامع، وطبعا فشل الأخير، إذ يبدو أن نظام محمد السادس قد ضاق ذرعا بالصورة الجميلة التي صنعتها الجزائر منذ أزيد من 6 أشهر من تربعها على مقعد العضوية غير دائمة في مجلس الأمن، وتسببها كذلك في تحول جذري دولي، وبات الجميع أيضا يؤيدون ما يطرحه بن جامع.